وهو الفنان الكبير القدير فاروق العباس. إذا كان هذا تكريم من الدولة فهذا شيء عظيم وأنا سعيد به. بس هو جاء في ميعاده، لا متأخر ولا بدري، أراد الله إنه يجي في الوقت ده وبالشكل ده. وأشعرني كمان بحب الناس كما رأيت في الصالة يعني، وأظن ده مسجل حب الناس، فده يعني عزيز تاني من حب الناس، أكتر من الناس تحبك يعني. أما بالنسبة لتكريم الله يرحمه الأستاذ سمير غانم والله يرحمها الأستاذة بدلال عبد العزيز، أنا رأيي هقول يعني ما كنتش أفضل أنه يكرم، تفضل أنه يؤبن، تعمل حفلة تأبين خاصة به يحضر جميع الفنانين لتأبين هذان الزوجان الفنانيان لا يعني لأسرونا فعلا بعمل، وهم يعني اجتازهم المرض توفاهم الله، فده هنا التأبين ليه معنى أكبر وأعمق. أما التكريم يعني أحد المكرمين ما ينفعش، هم أكبر من كده دلوقتي لأنهم بين يدي الله، أنا رأيي كده يعني. وخصوصا أنه واحد منهم اللي هو الأستاذ الله يرحمه سمير غانم أعظم فرسير في مصر، أعظم مرتجل للكوميديا وصانع للبهجة في مصر، وكانت الله يرحمها دلال لطيفة المعشر جدا، وكانت الله يرحمها كانت مؤدية في أدوار كثيرة ومتنوعة، وشارت مع الثلاثي وقدرت وجود موجودها في الثلاثي، وتزوجت سمير غانم من الثلاثي، وأمنت بأن جورج سيدم الله يرحمه هو الذي وضع الطريق. فهي فنانة ليها قيمتها، فلازم تؤبن أيضا، ويؤبن سمير غانم، وإن شاء الله إذا كان في الواحد عمر يعمل له التأبين أنا لازم أحضره يعني. أما التكريم ده في قلوبنا بقى، بهجتهم في قلوبنا.